لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين أن قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، لا يستلزم أنه لم يعمهم أو أن من للتبعيد، وأن هناك مؤمنين في الصحابة وهناك غير ذلك، بل هذا الوصف يصلح أن يعمهم. قال: فإن قيل فهذا كما لا يمنع، هذا الخطاب لي منكم ومنهم، لا يمنع أن يكون كل المذكورين متصفا بهذه الصفة، فلا يوجب ذلك أيضا. فليس في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك. قيل نعم، ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح، ولكن مقصودنا أن من لا ينافي شمول هذا الوصف لهم، فلا يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمهم بقوله محمد رسول الله والذين معه. وطبعا بيقولهم الكلام ده ليه؟ ليه عايزين يلزمونا بان لو انتوا قلتوا كده بالخطاب عام هيقولوا طب ما في منافقين من الذين كانوا ايه في الصحابه ونص القران معه دي. فهو عايز يقول هو لا يوجب ذلك بمجرده، ده بالالفاظ والصفات، يعني هذا اللفظ اللي هو معه وبصفات ذكرها الله عز وجل. بيقول مقصودنا أن من لا ينافي شمول هذا الوصف لهم، يعني ينفع أن كل واحد في هذه الأوصاف يبقى ضمن الممدوحين وضمن الموعودين، وليس أن هذا يقتضي وجود بعضا منهم كان مؤمنا ثم كفر، ليس كذلك. كل من اتصف بهذه الصفة فقد رضي الله عنه، كل من كان مؤمنا وعمل الصالحات فهو ممن وعده الله بالاستخلاف والتمكين في الأرض، وكل من كان مؤمنا وعمل الصالحات فهو له المغفرة والأجر العظيم، علشان ما يدخلش المنافقين في هذا العموم محمد رسول الله والذين معه. معه دي كان في معاه منافقين، هو عايز يقول الصحابة كانوا كده، وهذا باطل قطعا، لأن المنافقين كانوا ندرة بالنسبة إلى الصحابة. وبعدين المنافقين صحيح كانوا مع الرسول، لكن لم يكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لم يكونوا كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. لا، ده كانوا منافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كانوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وليس آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إذن لازم الصفات التي وصف بها وصفهم بها مع الإيمان والعمل الصالح والذي يستوجب الوعد بالمغفرة والأجر العظيم. يقول: فلا يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمهم بقوله محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الكلام، ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات، وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم. المنافقين على العكس هم أشداء على المؤمنين، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يودون من حد الله ورسوله، يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول: لا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات، وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم،
والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والسيما في وجوههم من أثر السجود، وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات، بل على الإيمان والعمل الصالح مع هذه الصفات، فذكر ما به يستحقون الوعد، وإن كانوا كلهم بهذه الصفة. ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم، ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء، بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح. فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم. اسم مشتق وعد الله الذين أمنوا منهم وعملوا الصالحات، هذا الحكم علق على هذا. الاشتقاق ده مشتق من الإيمان والعمل الصالح، هذا هو سبب الحكم. فإن قيل فالمنافقون، الكلام المقصود بقى اللي عايز هو يحتج به، فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين. قيل المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات، ولم يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولم يكونوا منهم، كما قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا، ولا يعلمن المنافقين. فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يقول: وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام، هم المنافقين، أكثر منهم في الرافضة ومن انطوى إليهم. فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا من الذين آمنوا معه، والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه وهم الغالب، بدليل قوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلما لم يغريه الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا، بل كانوا يجاورونه بالمدينة، دل على أنهم انتهوا. ونقول انتهوا إيه؟ انتهوا عن النفاق كله، أم انتهوا عن أذية المؤمنات خوفا، أو انتهوا عن المكر بالمسلمين خوفا، أو محتمل، بل هذا هو الأظهر، انتهوا في الظاهر يعني. قال: والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعوه تحت الشجرة إلا الجد ابن قيس، فإنه اختبأ خلف جمل أحمر. وكذا جاء في الحديث: كلهم يدخلوا الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، لأنه لم يبايع. إنما قال تعالى: إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون كذا تحت الشجرة. اللي بايعوا فعليا رضي الله عنه، اللي ما بايعوش زي الجد بن قيس هرب. لذلك قال: كلهم، يعني كل الحديبية، يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر الذي لم يبايع يعني. وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين مقهورين أذلاء، لا سيما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك، لأن الله تعالى قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين، وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. فيمتنع أن تكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين،
بل ذلك يقتضي أن من كان أعز كان أعظم إيمانا، وده لا شك فيه، إن في المجتمع المسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعز الناس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون الصادقون معه، هؤلاء أعز الناس فيه. هذا الأمر قد يختلف في مجتمع آخر، لكن في هذا المجتمع الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام العزة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فمن كان منهم عزيزا كان مؤمنا ولم يكن من المنافقين. طبعا كل الدوران بتاعهم على انهم يقولون ان الصحابة كانوا يظهرون الاسلام وهم ايه؟ منافقين. طب ده الكلام ده ينفع ان يكون الاغلبية كده؟ ان عامة الصحابة كانوا منافقين والآية دي تنزل، لا تقصد الا نذرا يسيرا احادا منهم والحكم يعمهم جميعا، هذا من ابطل الباطل. ومن المعلوم ان السابقين الاولين من المهاجرين والانصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا اعز الناس، وهذا كله مما يبين ان المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين، فلا يلوذ ان يكون الاعزاء من الصحابه منهم، لا يلوذ ان يكون الاعزاء من الصحابه من المنافقين. كيف وقد جعل الله لهم العزه فشهد لهم بالايمان؟ لكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم، والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق. الدليل أن ابن تيمية ما بيجزمش بأن كل واحد من الرافضة إيه؟ مرتد، مش كده؟ لأن هو قال النفاق فيهم في الرافضة، يعني الرافضة فيهم منافقين كتير وزنادقة كتير، لكن ده ما حكمش عليهم كلهم بالايه؟ بالنفاق والزندقه مثلا والرده. بيقول بل لابد لكل منهم من شعبه نفاق، كل رافضي عنده شعبه نفاق، بس ما يلزمش ان يكون ايه؟ كافر مرتد. يقول فان اساس النفاق الذي بني عليه الكذب، اصل النفاق الكذب، وان يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما اخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والرافضة تجعل هذا من أصول دينها، الكذب عندهم من إيه؟ من أصول الدين، وتسميه التقية. وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك، حتى يحكوا أو حتى حكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني وديني آبائي. يعني يقول لهم علي بن أبي طالب قعد 25 سنة ناصح صدق لأبي بكر وعمر وعثمان، يقول لك ده كان يعمل كام ده إيه؟ تقية. يجيبهم الحسن بن علي تنازل للخلافة عن إيه؟ عن الخلافة لمعاوية، تنازل عن الخلافة لمعاوية، يقول لك إيه؟ تقية. ده كان معاه جيوش كأمثال الجبال، تقية. وعشان كده يقولوا إن جعفر الصادق بيقول أدي التقية ديني، يعني إحنا كذابين أنا وآبائي. ده ناس مش كأنهم يوشكون أن لا يكونوا مسلمين، لما يكون إن أكذب الخلق هم أهل البيت، نعوذ بالله. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. لقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان رضي الله عنهم، الصحابة وأهل البيت، وكان دينهم التقوى لا التقية. وقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب. إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم باللسان فتداروهم فتخافوهم، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتدارونهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، من غير أن تعينوهم على مسلم بفعل ولا تسفكوا دما حراما ولا مالا حراما.
والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شيء من ذلك، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على مبايعته، فضلا عن أن يكرههم على مدحه والثناء عليه. يعني نقول علي بن أبي طالب بقي 6 أشهر لم يبايع أبا طالب إلا أبا بكر لخاطر فاطمة رضي الله عنها، هل أكره على أن يبايع أبا بكر؟ لم يكره أبو بكر ولم يكره غيره، فضلا أن يمدح أبا بكر ويمدح عمر. يقول: بل كان علي وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإيمان والتقوى، يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم. يعني آل البيت كانوا في زمن بني أمية وبني العباس موجودين مع ناس ما لهمش فضل وما كانوش بيحبوهم، وكان عندهم ما يعرفون وما ينكرون، عندهم حاجات غلط. ينكروا مثلا على يزيد بن معاوية وفي حاجات غلط بيعملها، ومع ذلك ولم يمدحوهم، ومع ذلك لم يثنوا عليهم بالبطل، يبقى ما كانوش خايفين رضي الله عنهم. ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم، هؤلاء يعني أهل البيت لم يكونوا يخافون الحكام الذين هم دون علي رضي الله عنه وغيره في الإيمان والتقوى، ولم يكن أولئك يكرهونهم، مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء. كلام يعني أيام بني أمية يزيد كان بيكره الناس على طاعته بالقتل مثلا، الأمر ده ما حصلش في حق علي زين العابدين. علي زين العابدين كان في المدينة لما حصلت وقعة الحرة، وأمر يزيد بإكرامه لأنه ليس له من الأمر الذي حدث من أهل المدينة شيء. يبقى لم يكن هناك تقية، ما كانش بيمدحه. تقوم أنت تتبرأ يا علي بن زين، علي زين العابدين، وإنه يكون ما استعملش التقية، يقول له ما استعملش التقية، تخلي علي بن أبي طالب هو اللي استعمل التقية. فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين، فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء الراشدين على ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر كما تقوله الرافضة، من غير أن يكرههم أحد على ذلك. فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق، وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لا من باب ما يكره المؤمن، لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار، غالبهم يظهرون دينهم، والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلي ومن والاهما يتظاهرون بدينهم. يعني بيقولوا احنا عندنا كده، احنا عندنا ان علي كافر وعثمان كافر، يظهرون ذلك، نعوذ بالله من الضلال. يعني اذا كان الناس اقل من اهل البيت فضلا بمراحل، لا يكرهون على أن يقولوا خلاف ما يعتقدون، إيه اللي خلى آل البيت يقولون الكفر في اعتقادكم أنتم؟ وهم بيقولوا اللي ما يقولش إن علي بن أبي طالب هو الخليفة الأول وإن أبو بكر وعمر وعثمان كفار كذابون يبقى قال الكفر. طب إيه اللي خلى
علي والحسن والحسين وزين العابدين علي زي وعلي زين العابدين كل دول يمدحوا أبو بكر وعمر لغاية جعفر الصادق محمد الباقر وجعفر الصادق كل دول يمدحوا أبو بكر وعمر وعثمان. وانتوا عندكم ده كلام كفر. ده الخوارج بيظهروا البدعة بتاعتهم وما حدش بيكرههم على خلافها. يبقى انتوا عندكم آل البيت يستعملون التقية بهذه الدرجة التي تجعلهم ينطقون بالكفر في زعمكم وذلك تقية من غير إكراه. يقول وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة والمخالفة، والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض، وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبهم، لا يحتاج أن يتظاهر بسب الخلفاء والصحابة إلا أن يكونوا قليلا. يعني عايز يقول إيه؟ طب ده اللي بيسكن وسط الرافضة ما فيش حد يكرهه على لازم يسب الصحابة والتابعين، ده بيسكت وخلاص. يعني آل البيت كانوا بيظهرهم الكفر والضلال، والناس اللي في زماننا لا يكرهون على ذلك، وبعدين هيظهروا مدح الصحابة وما يعني وسط في عهد الخلفاء الراشدين الذين لم يعرف عنهم أنهم يكرهون الناس على طاعتهم. يقول فكيف يظن بعلي رضي الله عنه وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا وقلوبا من الأسرى في بلاد الكفر ومن عوام أهل السنة ومن النواصب، مع أن قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم، بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه، ويقوله أحدهم بخاصته كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر. يعني هيكون تقية قدام الناس فإن ده مش صح، محدش بيكرههم على ذلك. ده كان علي بن أبي طالب بيكلم مع ابنه مخصوص بيقول له أي الناس هذه الأمة أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أوما تعلم يا بني؟ أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري وغيره. وده النقل متواتر. ليه بقى؟ لأن علي بن أبي طالب أهل على المنبر لا أوت على أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80. يقول أيضا فقد يقال في قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إن ذلك وصف للجملة بصفة تتضمن حالهم عند الاجتماع. الوصف اللي هم لما يكونوا موجودين مع بعض يبقى ده الوصف الغالب لهم، كقوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد واحد، فلا بد أن يتصف بذلك بسبب ذلك، وهو الإيمان والعمل الصالح، إذ قد يكون في الجملة منافق، وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم، فهو أولى من أو فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة هم الصحابة وآل البيت، كما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قل قولي هذا وأستغفر الله منه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.